إنسان فلسطيني من غزة أنا مستهدف، أي إنسان فلسطيني فيش منطقة آمنة، فيش إنسان آمن إلا وجه الله، ما في مكان آمن. بيوتنا يعني مستهدف، الحجر والشجر والبشر كله مستهدف، كله مستباح عندنا. يعني الحمد لله الله نجى أولادي ونجانا ونجى أولادي، الحجار فداهم، فدا كل فلسطين، ما ببكى حجر، الحمد لله والله ما بكيت ولا نزلت لي دمعة. دار بيجي فيها 30 نفر، ما نلقاش مأوى، ما نلقاش فرشة، ما نلقاش بيت، ما نلقاش أواعي، الأواعي من تحت الردم قاعدة بنطولهن أواعينا، ولا بقولوا لواحد حاجة ولا إشي، ولا بحذر ولا إشي. من فضل الله ما كناش في الدار، بفضل الله ما كانش ولا حدا في الشارع موجود، الحمد لله رب العالمين، اللي ربنا نجى الجميع. طلعت بالحجار مش مشكلة.